مساء الخير عليكم أعزائي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وخاصة بزيارة النصف من شعبان المبارك. اليوم طبعا راح يكون وياي ضيوف بهذه الحلقة الخاصة لتغطية الزيارة وإجراءات الزيارة، الإجراءات الأمنية، الإجراءات الخدمية في هذه الزيارة. ينضم وياي طبعا أرحب بضيوفي بالاستوديو السيد المدير العميد هيثم الفتلاوي مدير مرور كربلاء. اهلا وسهلا بك سيدي، اهلا ومرحبا، شرفتنا في حلقه خاصه عن تغطيه الزياره الشعبانيه. اهلا وسهلا بحضرتك وبكل الاخوات والاخوه مستمعي مشاهدي قناه كربلاء الفضائيه، اهلا وسهلا بكم. الله يحفظك سيدي، كل الهلا بك. ايضا ينضم ويانا السيد العقيد المهندس احسان الاسدي مدير اعلام قياده شرطه كربلاء، اهلا وسهلا بك سيدي وشرفتنا اليوم بهذه الحلقه الخاصه والتغطيه الخاصه عن الزياره الشعبانيه. اهلا وسهلا بك وبكل المشاهدين وكل الكادر لقناه كربلاء الفضائيه، ان شاء الله نقدم لكم كل ما موجود من عمل قواتنا الامنيه. نعم. الله يحفظك سيدي، كل الهلا بك. طبعا خلي انا وياكم نشوف هذا التقرير الخاص اللي عدينا لكم اياه عن الزياره وعن الاجراءات المتبعه في كربلاء المقدسه، عن العمليات الاستباقيه اللي صارت عندنا في كربلاء. اكيد اكو كثير من التفاصيل اللي يعني عاملين بها خلال هذه الفتره الماضيه. خلينا نشوف هذا التقرير انا وياكم ونرجع باسئله واستفسارات تخص هذه الزياره وهذه التفاصيل. منذ بدايه شهر شعبان و انعقاد المؤتمر الموسع في بداية الشهر بأمرة السيد وزير الداخلية المحترم لضم كل القطاعات الخاصة بزيارة النصف من شعبان، وحين انتهاء المؤتمر وجه سيادته بإجراء العمليات الاستباقية على كل قواطع محافظة كربلاء المقدسة، وسواء كانت في داخل المحافظة أو محيطها أو على المحافظات المجاورة وقيادات عمليات المجاورة. صار تنسيق عالي بين قيادات عمليات كربلاء المقدسة وبين قيادات عمليات الأنبار والحلة والنجف، واليوم حقيقة أكو عمليتين استباقية كبيرة جدا، وحدة يقودها السيد قائد عمليات كربلاء المقدسة في صحراء غرب كربلاء، والعملية الثانية أنا أقودها قيادة شرطة كربلاء المقدسة اللي هي داخل المحافظة وسيطراتها الخارجية. مثل ما جاي تلاحظ أنه مشتركة كل السلوف والخدمات والشرطة المحلية والأجهزة الأمنية والاستخباراتية بإجراء العملية الاستباقية داخل السيطرات الخارجية وفي القواطع اللي ضمن المحافظة والمناطق الصحراوية. كذلك هنالك تدقيق عالي من قبل المفارز الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، جاي تلاحظها بفتح الأربع أبواب، إزالة الركاب، تدقيق بالحاسبات، وكافة الوحدات الضيفية اللي خصصها السيد وزير الداخلية المحترم سيد وزير الدفاع وصلت إلى كربلاء المقدسة وأخذت مواقعها، وحاليا تمارس أيضا عمليات مشتركة مع قطاعات كربلاء المقدسة. كذلك المرور والدفاع المدني أيضا هناك خطة خاصة مع المفارز الاختصاصية داخل المدينة وفي سيطراتنا الخارجية. احنا نقول لكل الزائرين من داخل العراق وخارج العراق، اهلا وسهلا بكم في محافظة كربلاء المقدسة، اهلا وسهلا بكم في محافظة كربلاء المقدسة. الطرق مفتوحة ولكن اجراءات امنية مشددة بالحدود الادارية لهذه المدينة المقدسة. هناك مفارز من الشرطة والاجهزة الامنية والاستخباراتية تخضع هذه العجلات الى تدقيق، وندخل العجلات، تدخل هذه العجلات إلى المدينة وصولاً إلى الحرمين الشريفين وفق هذه الإجراءات اللي أشرنا لها من قبل قياداتنا الأمنية الموجودة، قيادة العمليات وقيادة الشرطة والأجهزة الأمنية والاستخباراتية. ونوصي لكل زوارنا الأعزاء الأكارم التعاون مع كل أجهزتنا الأمنية الموجودة وإخبارهم عن أي شيء موجود. باعتبار أن من البارحة
واجبات باستطلاع محاور كربلاء اللي هو محور بغداد ومحور النجف ومحور بابل، بالإضافة إلى استطلاع مناطق باتجاه النخيب والجرف استطلاع مستمر ودقيق، بالإضافة إلى تواجد قطاعات الماسكة الأرض اسنادهم وتغطية الحماية أمام القطاعات. الحمد لله الأمور أوكي وتم الاستطلاع واجبات مستمرة بمعدل طلعتين صباحا وطلعتين مساء، وإن شاء الله خير، إن شاء الله الأمور طيبة بتواجد الأبطال في كربلاء من قيادة عمليات وداخلية ودفاع إن شاء الله والحزب الشعبي. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين ونكمل برنامجنا والحلقة الخاصة عن الزيارة الشعبانية والإجراءات المتبعة، الإجراءات الخدمية في هذه الزيارة. أهلا وسهلا بك سيدي. طبعا اليوم أريد تحدثنا عن الخطة الخاصة بمديرية المرور وشون نشوف حركة السير والمرور لحد هذه اللحظة في مدينة كربلاء. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مديرية مرور محافظة كربلاء المقدسة أحدى المديريات الأمنية الخاضعة لوزارة الداخلية، تعمل تحت إمرة قيادة عمليات كربلاء. طبعا احنا مشتركين بالخطة، الخطة الخاصة بتنظيم حركة السير والمرور. الخطة خطة مديرية المرور طبعا ابتداء هي مستنفرة كل القوة التي لديها من الآليات ومن المنتسبين والضباط. الموضوع عندنا خطة خدمية وعندنا خطة متعلقة بالأمن، تنسيقنا مستمر بشكل مباشر مع الباقي الأجهزة الأمنية في المحافظة، عاملين وحاسبين في حساباتنا انتشارنا على كل محاور المدينة من محور بغداد حدودارية لمحافظة كربلاء مع بابل باتجاه المدينة، وكذلك من محور الهندية مع محافظة بابل باتجاه المدينة أيضا، وكذلك المحور الثالث اللي هو من جهة محافظة النجف الأشرف باتجاه مركز المدينة، وحتى حاسبين في حساباتنا إلى المحور الرابع اللي هو من جهة محافظة الأنبار وقضاء عين التنم باتجاه مركز المدينة. احنا يعني قوتنا في الإنذار مستنفرة، طبعا تنسيق عالي لتنظيم حركة السير والمرور مع باقي قطاعات ماسكة الأرض. لحد هذه اللحظة ساعة إعداد هذا الحلقة والبرنامج، الحركة منتظمة بشكل طبيعي في عموم المحافظة. نحب نطمئن الزائر الكريم أنه إن شاء الله في هذه الخطة بتوجيه من لدينا سيد المحافظ المحترم المهندس جاسم الخطابي أنه قطوعات لا توجد، راح تصل مركبات الزائرين إلى أقرب نقطة على الأماكن المراقد المقدسة في المدينة، تباعا طبعا احنا مفارزنا منتشرة على طول هذه المحاور لمراقبة ومتابعة حركة السير والمرور. عموما يعني لحد هذه اللحظة، لحد هذا البرنامج، انه تركت العمل واتجهت لهذا المكان، انه الحركة مسيطرة عليها في جميع المحاور محيط المحافظة. نعم. قريب من الآب الموحد، باب الدخول وباب الخروج وكل ما يدور في المدينة. ممنون، شكرا جزيلا سيدي. طبعا أعزائي المشاهدين أيضا احب ارحب باخويا العقيد حسان. مساء الخير عليك سيدي، اهلا بك. يا امكن يعني تحدثنا عن موضوع الاجراءات الامنيه، الاجهزه الامنيه شلون انتشرت بمدينه كربلاء. تعرف اليوم زياره واحنا كربلاء متعودين اكيد على الزيارات المليونيه، شلون تقدر تحدثنا عن هذا الموضوع؟ نعم، بدايه بعد حضور السيد معالي وزير الداخليه الى محافظه كربلاء وعقد المؤتمر الامني الخاص بزياره النصف من شعبان، تم اكمال كافه المهام اللوجستيه والامنيه وتوزيع القطاعات، وايضا كل احتياجات محافظه كربلاء من القوات الضيفيه من موارد وزارتي الداخليه والدفاع. بعد ذلك انطلقت الخطة الأمنية بالمرحلة الأولى اللي هي إجراء العمليات الاستباقية، حيث جرت هذه العمليات بالمناطق الصحراوية المحاذية للمحافظة، أيضا المسطحات المائية، الدور والبساتين، الطرق النيسمية،
تم إجراء عمليات مسح ميداني بأجهزة كشف المتفجرات ومفارز الكيناين، بالإضافة إلى استخدام كاميرات المراقبة المنتشرة في عموم المحافظة، الكاميرات الحرارية الموجودة على الحدود الإدارية للمحافظة، تنسيق العمل ما بين كل القطاعات الأمنية والاستخبارية في المحافظة، الاهتمام بكل المعلومات الاستخبارية الواردة إلى قيادة الشرطة وقيادة العمليات، تنسيق العمل مع قيادة العمليات للمحافظات المجاورة من أجل تسهيل عملية دخول الزائرين وخروجهم وحتى عودتهم إلى منازلهم بأمان. كل هذا يجري وفق خطة معدة تجري وفق مراحل. بعد مرحلة العمليات الاستباقية بعد ذلك تم تطبيق الخطة على أرض الواقع، نشر القطاعات الضيفية وقطاعات قيادة عمليات كربلاء وقيادة شرطة كربلاء والأجهزة الأمنية والاستخبارية على طول المحاور والطرق التي يسلكها الزائرين، بالإضافة إلى مركز المدينة، أيضا التنسيق مع مديرية مرور كربلاء لأجل تنسيق الحركة المرورية، أيضا استخدام كاميرات المراقبة لتعزيز الأماكن التي قد يحصل فيها زخم مروري أو يحصل أي إرباك في حركة السير، يكون هنالك تنسيق عمل. كل هذا العمل في محافظة كربلاء اعتادت الأجهزة الأمنية على مثل هكذا زيارات مليونية، نجد الخبرة لدى القادة الأمنيين، الأجهزة الأمنية والخدمية الموجودة في المحافظة يمتلكون من الخبرة من الزيارات المليونية التي مرت على المحافظة. ممنون، شكرا جزيلا. طبعا أعزائي المشاهدين نستمر بموضوع الحديث عن الزيارة الشعبانية. سيدي اليوم شلون شفت المحاور، وتعرف اليوم حضرتك والسادة المشاهدين أيضا اللي قادمين صوب كربلاء خلال هاي الفترة اللي مضت، أكو أعمال بالطرق الخارجية، أكو يعني بالفترة اللي يعني الشهر الماضي أو الأسبوع اللي ماضي تعرف يوم بعد يوم تتغير عمليات تحويل حركة السير والمرور، يعني إذا أمكن تفصل لنا شنو الإجراءات المتبعة مع الحكومة المحلية لتنسيق العمل وتسهيل عملية دخول المركبات باتجاه المدينة. ابتداء كربلاء تشهد طفرة عمرانية في المدينة، سواء كان بالمركز أو على المحاور بالأقضية والنواحي، شهد طريق طبعا كل المحاور. نبدأ به المحور. نعم سيدي، كل المحاور هي شهد أعمال توسعة. أضافت مسارات إضافية للطرق الرئيسية. طبعا طرق كربلاء الحمد لله ترتبط مع المحافظات المجاورة بطرق خارجية ذات ممرين ذهاب وإياب، تفصل جزرة وسطية تحتوي على سدارات نظامية. أيضا الأرصفة من نوع بورقربر على طول الطريق، يعني من مركز المدينة وحتى حدود الدارية. الحمد لله طبعا نبدأ من محور بغداد تقريبا 3 أشهر وأربعة أو 5 أيام 6 أيام، أنه كان عندنا أعمال توسعة بإضافة مسارين يسار ويمين الشارع، مع تبديل طبقات اللي حصلت بها مثلا موضوع روطان، تشققات بمادة الجير أو الأسفلت. محور بغداد يوم أمس يعني تم إكمال طبعا جزء كبير من عنده بشكل كامل، هو موضوع الكونكريت المسلح والخرسانة، قسم من عنده، وحتى سيطرة 56 من مركز المدينة باتجاه سيطرة 56 تم إكساءة بمادة الأسفلت. المتبقي باتجاه الحدود الإدارية مع المسيب، قضاء المسيب محافظة بابل كامل، أنه سايد للإياب وسايد للذهاب. يعني بالأسبوع الماضي يعني كان تحويل يعني بحركة السير، نعرف أن السايد على الخدم يتحول والسايد الخروج والدخول كان اثنينهم بجهة واحدة. حاليا يعني شنو الإجراءات المتبعة؟ حاليا السايدين ذهاب وإياب رجعت بحركة الاعتيادية. طبعا نسقنا مع شركات المنفذة لهذه المشاريع موضوع التنظيف وإزالة المخلفات الخاصة بالأعمال. نطلب من الأخوة سواق المركبات، طبعا هي على جميع المحاور، نحتاج إلى تأني في القيادة، لأنه هذه الطرق هي كأرضية مكتملة، لكنه لحد الآن حقيقة موضوع صبغ الأرصفة، موضوع تعليمها بعلامات مرورية إرشادية أو دالة أو مانع أو قطع دلائل لحد الآن في المنطقة اللي تحتوي على أعمال. نجي على محور الهندية، يعني كان عندنا بالأسبوع الماضي موضوع قطع للشارع وتحويله مؤقتة
قرب عمود 70 وعمود 80. طبعا هذا اليوم خلال استطلاعنا للمحور على طول الحمد لله موضوع الاعمال انتهى، اصبحت الحركه طبيعيه، حتى الجزء اللي ضمن قضاء الهنديه بالطريق الحولي او منطقه بليبيج اكتملت كل الاعمال حاليا، طرق سالكه وجاهزه لحركه المركبات بالكثافه المعتاده. طريق النجف هذا اليوم طبعا، عفوا سيدي بس للتذكير، يعني داخل قضاء طويريج ايضا اكو قطع؟ نعم، كان من المحطه باتجاه تقاطع يعني الصوب الصغير. نعم، تم اكساء هذا الشارع حضرتك اعتقد طلعت عليه صباحا خلال نعم. الجوله الصباحيه ما عندنا مشكله تذكر حاليا في هذه المنطقه. ننتقل الى المحور الثالث اللي هو محور محافظه النجف الاشرف، يعني بتنسيق بين الحكومه المحليه اخذنا موافقه السيد محافظ كربلاء المقدس المحترم، وباطلاع من قبل السيد قائد العمليات والسيد قائد الشرطه المحترمين، والتنسيق مع امر القطاعات الماسكه الارض من هذا المحور، تم فتح الشارع من يوم امس تقريبا الساعه 2400. استطلعنا اليوم الشارع سالك ذهاب واياب من السيطره الحدوديه مع محافظه النجف في قضاء الحيدريه باتجاه مركز المدينه، اصبحت العوده على الطريق الرئيسي. الطريق هو سالك 100% الذهاب والدخول باتجاه مركز المدينة. نوجه الأخوة سواق المركبات في هذا الشارع بالتحديد محور النجف، يعني نعم نتحدث على محور النجف يعني. الأشرف، سواق المركبات القاصدين إلى المدينة والقادمين من محافظة النجف، أنه الأكتاف الترابية على يسار ويمين الشارع تم رفعها، أكو فرق حوالي 10 سنتيم مثل ما افتهمنا من قبل المهندس المقيم للمشروع. تحتاج القيادة في هذا الشارع إلى سرعة بسيطة حفاظا على سلامة السائق والراكب مع السائق، أفضل ما نحول على الطرق الخدمية وراح تكون تقاطعات مع الطرق الرئيسية. الطرق الخدمية معروفة أنه يستخدمها أهالي المنطقة بالحركة من وإلى مكان معين، فأكيد راح تكون هناك مركبات تسير باتجاه المعاكس لتلافي حصول هذه الحوادث المغرية. رجعنا السير للمسار الصحيح، لكنه نطلب من الأخوة مستخدمي الطريق، من الأخوة سواق المركبات بكل أصنافها الخصوصي، الأجرة، الصالون، الميكروباص، الباص وحتى مركبات الحمل، أنه التأني بالقيادة من هذه الشوارع. الشوارع لا زالت تحت قيد الإنشاء، يعني فيما يخص توسعة على يمين ويسار الطريق الرئيسي. نحتاج إلى التأني ونحتاج إلى الدقة في التركيز، نحتاج إلى عدم استخدام الهاتف المحمول اثناء القياده، موضوع الضوء العالي ايضا نتلافى من استخدام هذه المخالفه المروريه. هناك توصيات كثيره ان شاء الله اذا اسمح وقت البرنامج راح نتلوها على الاخوات والاخوه المشاهدين. المحور الغربي اذا نجي عليه اللي هو رابط ما بين يعني قضاء عين التمر ومركز المدينه، ايضا عندنا اعمال به، واكو به طريق ثاني اللي هو مو فقط يعني مدخل على محور النجف، ايضا اكو محور ثاني اللي يربط بطريق بغداد. شنو اجراءاتنا في هذه يعني في هذا المحور بالتحديد؟ المحور الرابع اللي يبدا من سيطره حي النصر منطقه الاقواس باتجاه مفرق الرزازه، ومن ثم باتجاه قضاء عين التمر ومرورا الى محافظه الانبار. عندنا اعمال توسعه اضافه مسار كامل، يعني سايد اخر. عندنا منطقه كانت محصوره تسمى بالعشرة ونص كيلومتر، تبدا من السيطره 51 سيطره الاقواس وتنتهي بمفرق الرزازه. يعني مرورا بالمجمع المروري ومعمل النور ومعمل الثرمستون. هذه المنطقة كانت طبعا يسمها الطريق طريق الحج البري. هذه المنطقة كانت انه سائد واحد فقط الذهاب والاياب. الحكومة المحلية في المحافظة على رأس السيد المحافظ المحترم ومن خلال مشاريع خطة 2023 اضافت مسار تم المباشرة به تقريبا حوالي قبل شهرين. لحد الان الاخوان ضمن الاعمال الترابيه للمشروع، موضوع استبدال التربه واضافه بعض المواد مثل الجلمود او الصخر وهكذا. الشارع لحد الان لا زال تحت الانشاء، المسير على حاله بالسائد القديم اللي هو ذهاب واياب. طبعا هو هذا حقيقه احنا بموضوع الزياره يعني اقل كثافه من بقيه المحاور. ايضا دعوه لكل الاخوان الانتباه لهذه المنطقه. موضوع طريق الكمالية مرور منطقة السوادة، هذا الشارع اللي بالجهة الشمالية الغربية من المدينة. هذا الشارع طبعا هو لحد الآن عنده مسار واحد ذهاب وإياب في نفس الوقت.
الحكومة المحلية في محافظة كربلاء بالتنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان تم إعادة تأهيل هذا الشارع على طول المسار اللي يبدأ من ناحية الحر، مركز ناحية الحر، مرورة بمنطقة السوادة والكمالية، ينتهي بالسيطرة 56 قريب على محطة الـ STX. هذا الشارع طبعا ابتداء أكيد أهالي كربلاء والمارين ضمن هذا الشارع تم طبعا إضافة طبقة الخرسانة أو الكونكريت المسلح أعتقد بارتفاع 40 سنتيم في سبيل أنه تكون حركة مركبات الحمل ما تأثر على هذا الشارع بسبب الأحمال العالية إن وجدت. لكن للأسف كانوا سابقا يعانون بطء الحركة والتخسفات والحفريات، أصبح الآن الشارع حقيقة للأسف المركبات تسير بسرعة عالية عكس المطلوب سابقا. الإخوان بهذه المنطقة طبعا وجهوا دعوة إلى مديرية المرور، وجهوا مناشدة، احنا ان شاء في طبعا موضوع تخفيف السرعه محافظه كربلاء جاده بهذا الملف. احنا حاليا في طور طبعا انجاز المراحل النهائيه لانجاز مشروع هذا نجيب ماده طبعا رادارات قياس السرعه الزايده على المقرر. ان شاء الله راح نشمل هذا الشارع بهذه الاجهزه بعد ما يتم المشروع كحل مؤقت. وجهنا مفارزنا حسب طلب الاهالي ومناشدتهم، دفعنا مفارز مفرستين مراقب متابعة حركة المركبات خاصة قريب مدارس الأطفال، مدارس ابتدائية عفوا ومتوسطة، وقريب مناطق السكنية تحتوي على الأسواق. ممنون، شكرا جزيلا سيدي. أعزائي المشاهدين أيضا نستمر أنا وياكم بالاستماع للحديث، طبعا الحديث شيق وياكم، ممنون شكرا لك سيدي. سيدي حقيقة إحسان اليوم عندنا موضوع ثاني اللي هو مغاير للأجهزة الأمنية. نعم. الشائعات هواي نسمع عنها. نعم. شنو الإجراءات اللي تتبعها وزارة الداخلية؟ شنو الإجراءات تتبعها قيادة شرطة كربلاء بالتنسيق مع يعني تدريب الأجهزة الأمنية، تدريب العاملين بقسم العلاقات والإعلام، الشرطة المجتمعية، شنو الإجراءات اللي نتبعها في هذه المحافظة؟ نعم، في موضوع محاربة الشائعات احنا انطلقت هذه الفكرة في زيارة الأربعين الماضية. نعم. تم التوجيه من قبل مدير دائرة العلاقات والإعلام اللواء دكتور سعد معن توجيه قسم محاربة الإشاعة إلى محافظة كربلاء للاشتراك ضمن خطة زيارة النصف من شعبان. حضرت المفارز إلى المحافظة وتم التنسيق مع الحكومة المحلية شعبة العمل التطوعي وجلب مجموعة كبيرة من المتطوعين المشاركة مع الأجهزة الأمنية وقسم العلاقات والإعلام في قيادة الشرطة بالإضافة إلى الشرطة المجتمعية، مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في كربلاء، للقيام بحملة كبرى توعوية وتثقيفية أيضا بالإذاعات المتنقلة واستخدام مكبرات الصوت ضمن دوريات النجدة والأجهزة الأمنية المشاركة ضمن الخطة لتوعية المواطنين وتثقيفهم بما يخص الإشاعة. نعم. كلنا نعرف اليوم أنه موضوع الإشاعة هذه الزيارة مليونية، فأي حدث ممكن يصير يعني فد إشاعة بهذا الموضوع في أي مكان معين ممكن أنه يسبب إرباك لعمل الأجهزة الأمنية أو يزهق أرواح الزائرين والمواطنين. فكان التوجه أنه تكون خطة توعوية وتثقيفية للتوعية. شلون نقدر نثقف اليوم من خلال هذا البرنامج؟ اليوم صوتك يريد يوصل لكل الزائرين اللي يشاهدوننا حتى يعرف بشكل مبسط شنو الإجراءات اللي اليوم يعني أحد الزوار سمع فد حدث معين أو لا سامح الله أي حالة طارئة أو فد شيء، شنو راح يسوي وشنو ردة الفعل؟ شنو الإجراءات اللي يقدر يسويها؟ نعم، احنا في موضوع محاربة الإشاعة في المكان المعين إذا كان الشخص سمع أنه فد حالة في المكان المعين اللي هو ضمن المنطقة اللي هو بيها أنه يابا مثلا لا سامح الله حزام ناسف أو شيء وهو بهذا المكان وماكو هيك شيء، أولا احنا عندنا التعامل مع أصحاب المواكب الحسينية أنه أيضا جرت عملية توعية وتثقيف لهم بالإضافة إلى توجيههم من قبل قسم الشعائر الحسينية من ضمن العتبتين المقدستين. أيضا تم تشكيل خلية عمليات من العتبتين المقدستين، إعلام قيادة الشرطة، إعلام مديرية المرور، إعلام الأجهزة الأمنية، الإعلام والاتصال الحكومي، وأيضا العفو دائرة هيئة الإعلام والاتصالات في محافظة كربلاء
وتنسيق العمل في محاربة الشائعات الإلكترونية اللي قد تصدر ضمن مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم تواجد قسم محاربة الشائعات، احنا تحركنا بمجالين، مجال التوعية والتثقيف للمواطنين وكيفية التعامل مع الإشاعة وإبلاغ القوات الأمنية عن طريق الخطوط الساخنة اللي متواجدة ضمن هذه البروشورات اللي قاعد نوزعها، والتوجه يعني إذا يمكن الأرقام الخط الساخن المعروف لدى الجميع اللي هو 104 اللي موجود عندنا في هذا يشمل يعني الآسيا ومن الأثير ممكن من الأثير عن طريق السيطرة المركزية ومن الآسيا على العمليات مباشر، هذا راح رأسا تتعامل مع الأجهزة الأمنية القريبة أو إبلاغ أقرب مفرزة أمنية متواجدة. أيضا هذه إذا ماكو مفرزة مثلا شخص اليوم بالشارع وسمع فد معلومة سمع فد خبر معين يقدر يتصل على 104 يوصل المعلومة، راح نتعامل معها، راح توجهوه لدورية، نوجه لدورية ونوجه يعني أقرب مفرزة أمنية لغرض اتخاذ الإجراء القانوني. أيضا احنا هاي فيها مداخلة، أكو هواي من الأسئلة يقول شنو فائدة الدوريات من تشرب هاي الأماكن؟ يعني يشوفون أكو دورية من تشرب بالطريق بس هو الناس ما تعرف شنو وجود هاي الدورية، يعني بالإمكان أنه تحركون هاي الدوريات بهذا الإجراء، يعني لأنه كل الأجهزة الأمنية اللي متواجدة ومشتركة بالخطة. أكو اتصال ضمن مديرية اتصالات في محافظة كربلاء اللي تابعة لقيادة شرطة كربلاء، أكو تأمين اتصال ضمن كل القطاعات المشتركة بالخطة، القوات الضيفية وأيضا القوات المتواجدة في كربلاء. أيضا أكو تواصل مع الأجهزة الخدمية من خلال سيطرة المحافظة. إحنا اليوم في محافظة كربلاء تنسيق العمل والعمل بروح الفريق الواحد هو اللي قاعد ينجح عندنا الزيارات المليونية، لأن الكل إن كان أجهزة أمنية أو أجهزة خدمية هي تعمل من أجل خدمة الزائرين وتقديم أفضل الخدمات للزائرين الكرام لمحافظة كربلاء. فاحنا موضوع قلت لك موضوع محاربة الإشاعة يعني لا مو مختص فقط بالأجهزة الأمنية، اكو تعاون ما بين العتبات المقدسة، الفرق التطوعية. احنا اليوم دعينا بعض ألوية العمل التطوعي ضمن المحافظة، اليوم امس كان عندنا وياهم ورشة تحاورية وايضا انطيناهم بعض المنشورات والمواقع اللي من خلالها يصير الرصد وشون نحلل المعلومة متابعة. احنا ندعو من خلال قناتكم اليوم ندعو المواطنين الى انه استسقاء المعلومة من المصادر الرسمية وليس اتباع الصفحات الوهمية او غيرها لما قد تروج هذه الصفحات، لانه اكو فد هسه اذا نبدي بموقع مثلا الفيسبوك اللي هو اكثر دائما الاكثر تداولا يعني تداولا بمواقع التواصل، يعني طبقة كبيرة من المجتمع عندهم هذا يعني الموقع، شنو الصفحة الرسمية اللي تابعة لقيادة شرطة كربلاء مثلا حتى يقدر الشخص من يسمع فد خبر معين يقدر يتأكد من المصدر الاساسي مثلا او الرئيسي؟ احنا اليوم في محافظة كربلاء الصفحة الرسمية لقيادة شرطة كربلاء هي بعنوان قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة العلاقات والإعلام، فقط هذه الصفحة هي الصفحة الرسمية لقيادة الشرطة وأيضا صفحة وزارة الداخلية وصفحة وكالة شؤون الشرطة، لكن اللي موجودة ضمن محافظة كربلاء هي صفحة قيادة شرطة محافظة كربلاء العلاقات والإعلام. هي هاي من عندها من خلالها ممكن لكل مواطن من خلال صفحات الفيسبوك مواقع التواصل الاجتماعي ممكن أنه يشوف المعلومة الحقيقية والمصادر الرسمية من خلالها. نعم، شكرا جزيلا لك سيدي. طبعا بنفس الموضوع بنفس الزيارة نحب يعني نستفسر من سيدي اليوم نستثمر وجودك ويانا موضوع نقل الزائرين. طبعا البعض يستفسر انه اكو مركبات بعد القطوعات، اكو قطوعات راح تكون بالزيارة، اذا صارت قطوعات يعني احنا انا وياك سيدي نعرف انه نتعامل مع الموقف الامني، اذا كانت اكو قطوعات يعني اكو دعم من الحكومة لنقل باصات، أكو إسناد لهذه العملية عملية نقل الزائرين وتفويج الزائرين من العتبات المقدسة من الوزارات الساندة، شنو الإجراءات اللي تبعتها المحافظة بهذا الموضوع؟ خطة النقل تشرف عليها الحكومة المحلية بالمحافظة، طبعا هو راح يكون جهد النقل الخاص يعني مستمر بالدخول إلى مدينة كربلاء بدون أي تحويل أو قطع. الحكومة المحلية في كربلاء أعدت خطة دعمتها طبعا الحكومة المركزية من بغداد، وزارات وزارة النقل، وزارة التجارة، كثير وزارة الدفاع يعني سلالة تمويل النقل. بالنسبة لوزارة النقل حقيقة كما معتاد هي في كل سنة راح تدعم المحور الشمالي بمركبات
حافلات نقل الركاب اللي طابقين معروفة ببغداد. هذا محور بغداد راح. نعم هاي طبعا راح تنقل الزائرين يعني كدعم باتجاه هيئة النقل الخاص تعمل على هذا المحور. هذا بشكل رئيسي ايضا راح يكون لها يعني دعم. سيدي العفو ممكن انه يصير قطع للمركبات الصالون يعني مثلا حتى تكون هاي المركبات تستخدم لنقل الزائرين؟ احنا لحد هذه اللحظه نعم يعني ما عملنا بموضوع القطع او التحويل. ان شاء الله جادين في هذه المناسبه في هذه الزياره خلال هذه السنه انه راح يكون دعم من قبل حكومه كربلاء وقياداتها الامنيه تجاه الزائرين من خلال ادخال مركباتهم الى اقرب مكان. نعم لكن لكل حالة حديث محتمل انه تكتظ المدينه يعني اكيد المدينه ما بالامكان تستوعب كل هذه المركبات. راح تكون هناك عندنا خطط متتاليه بالتتابع نعمل بها عادين بها صفحه اولى صفحه ثانيه وهكذا. نعم. بنفس الوقت اكو عندنا بدائل راح تكون موضوع المركبات اللي تدعمها الحكومه الاتحاديه قلت لك وزاره النقل. ايضا راح ترفد محور الهنديه بمركبات حافلات نقل الركاب اللي هي الطابق واحد راح يكون ايضا عندها عمل ضمن قضاء يعني ضمن هذا المحور من منطقه خنطه السلام باتجاه محافظه بابل مرورا بقضاء الهنديه. وزاره التجاره طبعا وزاره النقل اكيد عندها ايضا الشركه العامه للنقل البري وزارة التجارة ما يخص تصنيع الحبوب الشركات الأخرى عادين وحاسبين في حساباتهم على المحور الجنوبي. إن شاء الله هاي المركبات راح تكون للطوارئ لا سامح الله. أنا أطمئن الأخوة الزائرين أنه بما أنه موضوع مركبات النقل الخاص راح تدخل بكل فئاتها الباص والميكروباص والأجرة راح تدخل باتجاه مركز المدينة. إن شاء الله راح تكون الخطة بشكل أفضل راح نستوعب إن شاء الله أعداد الزائرين وقت المغادرة بعد ما يدون هاي المناسبة ومناسكها. طبعا إحنا فاتنا نذكر سيد مدير المرور العام في بغداد رفد مديرية المرور. أنا جايك سيدي بهذا الموضوع يعني أنه نهاية يعني هذا يتعلق حتى بموضوع حتى النقل. نعم نعم, نعم, نعم سيدي هذا موضوع النقل احنا تحدثنا عنه. خلينا نشوف قيادة شرطة كربلاء الأجهزة الأمنية اللي مشتركة شلون راح تكون عملية دخول المركبات بالسيطرات الرئيسية. نعم. يعني اليوم نشوف كثير من الأجهزة الأمنية تشترك بالسيطرات الرئيسية التأمين للطرق الخارجية أيضا استطلاع بالطائرات الجوية كل هذه الجهود الكبيرة للحشد الشعبي يعني كثير من التفاصيل. نعم. تشترك بهذه العملية عملية التأمين يعني دخول الزائرين يعني فرض الأمن بالإضافة إلى تأمين حركة دخول المركبات. نعم. بالتنسيق مع مديرية المرور شلون نشوف الإجراءات اليوم بالسيطرات الرئيسية؟ نعم التوجيه من قبل القيادات الأمنية في محافظة كربلاء فيما يخص دخول العجلات عجلات الزائرين ضمن السيطرات الخارجية يكون وفق الضوابط المعمول بها من خلال هذه السيطرات من خلال استخدام كاميرات المراقبة المتواجدة الكاميرات الذكية المتواجدة في السيطرات الخارجية واعتماد على مفارز الكيناين وأجهزة كشف المتفجرات بالإضافة إلى التفتيش اليدوي من فتح أكثر من عدد كبير من الممرات. إحنا اليوم نشهد أنه الحركة العمرانية اللي شهدتها محافظة كربلاء شملت السيطرات الخارجية الشوارع الرئيسية باتجاه محافظة كربلاء كلها يعني تقريبا صار بها أكثر من 6 سايدات يعني تشيل عدد كبير من المركبات فالسيطرات انفتحت بأكثر من مسار كل هذا يسهل من حركة دخول الزائرين. التأكيد على عمليات التفتيش الدقيق للوافدين واستخدام الحواسيب الأمنية أيضا هذا لا يكون على مصلحة أنه تأخير المواطنين والزائرين الوافدين للمحافظة. بالتوفيق. التدقيق الأمني إن شاء الله أيضا الاعتماد على المعلومات الاستخبارية وكيفية التعامل مع العجلات وأي معلومة استخبارية تصل إلى الأجهزة الأمنية تصل إلى أي منتسب موجود ضمن هذه السيطرات. ايضا فيما يخص احنا نسينا انه يعني هم الاخوان مشاركين ويانا في كل الزيارات
الاخوان في الحشد الشعبي مشاركين ضمن هذه الخطه. ذكرتهم اي حتى من ضمن الاجهزه الامنيه، حتى ان المشتركين معنا من ضمن المحاور مع القوات الامنيه في كل خطوه. ايضا اكو حتى ضمن جهد النقل اكو المتواجدين ضمن المحاور الرئيسيه لنقل الزائرين، بالاضافه الى اشتراك ضمن الخطه الامنيه ودعم الخطه الامنيه على المحاور للمحافظه، بالاضافه الى تامين المناطق الصحراويه وايضا القواطع المسؤوليه اللي ماسكينها قطعات الحشد التحيات. الله يحفظكم، التوفيق، الله يحفظكم جميعا. سيدي نعاود لك يعني بثلاث دقائق او اربع دقائق، اليوم شلون شفت الدعم من مديريه المرور العامه من وزاره الداخليه لمديريه مرور كربلاء بتعزيز بجهد آلي جهد بشري لهذه المديريه؟ نحن نعرف في كل زياره يتم تعزيز مديريه المرور، شلون شفت هذه الزياره في يعني بالقوه اللي اجتكم؟ رفدتنا مديريه المرور العامه بتوجيه من السيد مدير المرور العامه اللواء طارق الربيعي بمجموعه من الدراجات من مديرية مرور بغداد الكرخ ومديرية مرور بغداد الرصافة وأيضا من بعض المحافظات المجاورة والقريبة على كربلاء اللي هي من محافظة واسط وأيضا من محافظة بابل وكذلك محافظة الديوانية ومحافظة المثنى. وصلت هاي القوة الساندة من الدراجات والدوريات وبعض الرافعات إلى المدينة، اشتركوا بالخطة تقريبا قبل ثلاث أيام. شلون صارت آلية التوزيع يعني بالمحاور الرئيسية في مركز المدينة؟ يعني بالنسبة للقوة اللي أرسلت من مديرية مرور بغداد الكرخ والرصافة بشقها، حقيقة احنا وزعناهم ابتداء بالمناطق اللي من جهة تقاطع باب بغداد باتجاه منطقة خن البستان مرورا بمنطقة حي العباس وحتى السيطرة 290. موضوع دفع هذه القوة راح يكون متلائم مع الزخم اللي يحصل لا سامح الله. أيضا سائل الدخول طبعا أكو تنسيق بهاي المنطقة مع قطعات الماسكة للأرض، توجيه السيد قائد عمليات كربلاء المقدسة، أضاف فيهم طبعا جهد دراجات من نجدة بغداد وكذلك أضاف فيهم بعد جهد من الدوريات من نجدة بغداد. اكو عندنا دراجات موجوده اصلا في مديريه محافظه كربلاء تم توزيعهم ودفعهم باتجاه المناطق تعمل بها دراجات مديريه مرور محافظه كربلاء. اما بالنسبه للقوه اللي حضرتنا وساندت مديريه مرور محافظه كربلاء من المحافظات خلينا نقول الفرات الاوسط وزعناهم على المحور الشرقي والجنوبي، مشتركين معنا بالخطه، اندمجوا مع اخوانهم من مديريه مرور محافظه كربلاء. تنظيم حركة السير المرور مثل ما تحدثنا بداية الحلقة أنه لحد الآن احنا الحمد لله أي قطع أو تحويل لا يوجد، فهذا نستثمر تواجد هذه القوة مع مفارزنا في مثلا منطقة باب طويريج، منطقة شارع مثل التمار، قسم والبعض من عندها يعمل في منطقة المرآب الموحد، دفعنا قسم باتجاه قنطرة السلام، هذا الطريق اللي يفصل بين القنطرة وبين نفق العباس الأهلي، يعني ضمن هذه المناطق ليلا نحتاجهم لإسناد إخوانهم في شارع مجمعات تجارية شارع مجمعات طبية، حقيقة داعمين إن وساندين، ولحد الآن إن شاء الله الموقف جيد. نتمنى لكم التوفيق سيدي ومن خلالك الله يبارك بهم، تحياتنا لهم جميعا. بدقيقتين أريد توصيات للزائر ولتعرف اليوم اكو مشات بهذه الزياره واكو عندنا يعني سائقي المركبات عندهم ركاب، فالدقيقتين ويعني شنو التوصيات، شلون راح توصلون هاي التوصيات، شنو التثقيف، شنو الدعم اللي صار يعني لهذا الموضوع؟ ابتداء يعني على جميع الاخوه سواق المركبات ومستخدمي الطريق التعاون مع كل القوات الامنيه من الجيش والشرطه والحشد الشعبي المقدس، هذه القطعات الماسكة للأرض في محاور مدينة كربلاء ووضعت ووجدت لخلق الانسيابية المطلوبة لدخولهم باتجاه مركز المدينة كجهد مروري. أما بالنسبة للواجب الأمني الحمد لله فتحنا ماكو شبر بقى في كربلاء وما مراقب ومتابع من قبل هذه القوات الماسكة. طبعا اشترك ويانا طيران جيش واشتركت ويانا القوة الجوية، جهد كبير من وزارة الدفاع والداخلية ضمن محافظة كربلاء الحمد لله.
موضوع الوصايا يجب على كل الأخوة مستخدمي الطريق وخاصة سواق المركبات الانتباه لها ما يلي. أولا يعني القيادة بحذر، راح تكون الشوارع أكيد كثافة المركبات به أكثر من المعتاد، نحتاج إلى القيادة بحذر وترك مسافة أمام بين المركبة والمركبة اللي أمامها تلافيا لا سامح الله لحصول حادث مروري مؤسف. موضوع استخدام ربط حزام الأمان هذا شيء ضروري وأساسي من قبل سائق المركبة والأخوان الراكبين مع سائق المركبة، لأنه سائق المركبة مؤتمن على إيصال ومرتبط بعقد نقل، يجب عليه أنه يؤدي العقد على أتم وجه بإيصال الراكب معه إلى المكان المحدد. قضايا أخرى كثيرة حضرتك على اطلاع بها، موضوع الهاتف هذا أيضا راح يؤدي إلى حصول حوادث مرورية، يؤدي إلى التشتيت في التركيز والقيادة. موضوع السرعات موضوع مهم جدا، انتباه إلى مناطق الأعمال مثل ما تحدثنا بداية الحلقة، لا زالت الكثير من الشوارع على الرغم أنه سالكة لحركة السير والمرور لكن تحتاج إلى دقة والانتباه على هذه التفاصيل. الله يحفظكم سيدي، شكرا، تعبناك اليوم. سيدي عقيد إحسان يعني بشكل مبسط يعني شنو الوصايا اللي توصوها لكل الزائرين واللي قادمين صوب كربلاء؟ نعم، بداية كل الزائرين لمحافظة كربلاء المقدسة نقول أهلا وسهلا بكل الزائرين القادمين إلى هذه المحافظة لتأدية مراسيم الزيارة. أخوانكم في القوات الأمنية أخذوا على عاتقهم تأمين الحماية لكم اليوم، كل اللي نرجو من أخواننا الزائرين التعاون مع القوات الأمنية في حال حصول أي حادث أو طارئ إبلاغ القوات الأمنية أو الاتصال على الخطوط الساخنة، أيضا عدم التعامل مع الإشاعات، استسقاء المعلومات من المصادر الرسمية، اليوم عدم الانجرار خلف هذه الإشاعات والتي قد تسبب إرباك للعمل. إن شاء الله كربلاء آمنة بكل أخوانكم من القوات الأمنية المشاركة في تأمين هذه الزيارة، وكما عهدتموهم إن شاء الله جاهدين في من أجل توفير الحماية لكم. الله يحفظكم، شكرا لك سيدي. طبعا سيدي عميد هيثم العميد الحقوقي هيثم عبد الأمير حنتاو مدير مرور كربلاء المقدسة، شكرا جزيلا لانضمامك ويانا لهذه الحلقة. العقيد المهندس حسان الأسدي شكرا جزيلا لك اليوم لانضمامك ويانا ولهاي المعلومات اللي اعطيتنا اياها. أعزائي المشاهدين طبعا انتهى وقت الحلقة لهذا اليوم، نتمنى لكم السلامة أكيد، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات أخرى. إلى ذلك الحين كنت أنا معكم في الإعداد والتقديم المقدم الحقوقي رياض عبيس الحمداني مدير العلاقات والإعلام في مرور كربلاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.